ومعنا هاتفيا من اسطنبول دكتور مصطفى حامد أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. مرحبا بك دكتور مصطفى. إذا قرار الحكومة النمساوية أثار حالة استياء واسعة بين منظمات المجتمع المدني والكتاب والصحفيين في النمسا، برأيك هل تذهب النمسا بعد وصول اليمين المتطرف بعيدا عن الديمقراطية التي تكفل الحريات ومنها حرية اتخاذ الدين والتعبير عنه وإقامة الشعائر؟ برأيي أن اليوم الدول الغربية تعاني من ازدواجية، يعني هي تقول أنها تدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن حرية المعتقد وعن كافة الحريات الأخرى، لكن على أرض الواقع نجد أن هناك نوع من عدم تقبل للطرف الآخر، ونجد أن هناك أيضا تنامي للمعاداة الأجانب. كل هذا يشكل خطرا صراحة على الدول الغربية، وهناك اليوم جاليات وخاصة الجالية التركية موجودة لا يمكن أن التغاضي أو أن لا تسمح تلك الدول لهذه الجاليات بممارسة يعني شعائرها الدينية وأيضا حقوقها المدنية، لأنها تنتمي أيضا إلى دولة أخرى. فهناك تناقض صراحة وازدواجية تعاني منها أوروبا تجاه هذه الأمور. رأينا كيف تم الاعتراض على لاعبين من أصول تركية عندما كانت لهم صورة مع رئيس الجمهورية، حتى يعني لقاء اللاعبين الأتراك مع رئيس الجمهورية يعترضون عليه، مع العلم أن هؤلاء اللاعبين هم يلعبون في المنتخب الألماني. فهذه الازدواجية تعاني منها صراحة الدول الأوروبية وخاصة في الفترات الأخيرة. طيب يعني ألا ترى أن قرار النمسا الأخير طرد الأئمة وإغلاق المساجد لا يستهدف تركيا مباشرة، وإنما يستهدف الجالية المسلمة عموما؟ مما لا شك فيه أن هذا هو يستهدف الجالية يعني الإسلامية المسلمة بشكل أساسي. طبعا نحن نتكلم أن يعني الجالية التركية هي ربما الأكثر نشاطا، وهي أيضا هي يعني تمثل يعني الجالية الإسلامية. عندما نتكلم عن الجالية التركية نتكلم عن الجالية الإسلامية، والجالية العربية أيضا هي الجالية الإسلامية. استهداف الشعائر الإسلامية، استهداف هذا هو يعتبر ضد الدين، يعني تطرف ديني ضد الأديان الأخرى، عدم تقبل الدين الإسلامي. ولكن دكتور مصطفى، هناك من يرى أن القرار النمساوي يعكس حالة أوروبية تتصاعد باتجاه تركيا، وخصوصا الرئيس أردوغان. هل ترى أن المواقف الأوروبية باتجاه تركيا خاصة في الأشهر الأخيرة تؤيد هذا الرأي؟ طبعا، لذلك أنا قلت أن يعني اليوم يعني المعاداة الأتراك يعتبر معاداة للإسلام، اليوم خاصة شخصية رجب طيب أردوغان لم تعد مقبولة، يعني لا يوجد هناك تقبل لهذه الشخصية التي لديها قرار مستقل. وهذا أيضا يوضح لنا أن العقول الغربية والعقلية الغربية تعاني من ازدواجية، لأنها لم تستطع أن تتقبل أن يكون هناك رئيس دولة مستقلة له رأي مستقل، ثم معتادين على أن تكون هذه الدول دول تابعة تنفذ قرارات تلك الدول. هذا يعود بنا إلى العقلية المتجبرة في هذه الدول، وهي اليوم تعاني من ازدواجية على المستوى الديني، على المستوى ازدواجية على مستوى حقوق الإنسان، ازدواجية على كل المواقف التي تقوم بها هذه الدول. كيف تفسر إذن مخاوف أوروبا من إن استطعنا أن نقول عنه النفوذ التركي في دول أوروبا؟ اليوم طبعا هناك مخاوف، ولكن أيضا هناك حاجة إلى هذه يعني القوى العاملة وخاصة في ألمانيا. لا يمكن تجاوز هذا يعني هذه القوى الموجودة. الازدواجية الواقعية تدعو أن يكون هناك تقبل للطرف الآخر، تدعو أن يكون هناك تسامح، وتدعو أن يكون هناك قبول للطرف الآخر كما هو، بدون أن يكون هناك محاولة لصهر هذا الشخص. تركيا دائما تنادي بالجاليات التركية الموجودة في أوروبا أن تندمج بالمجتمع الغربي بدون أن تنصهر. الاندماج يعني هو
تعلم لغة تلك البلاد وممارسة السياسة والدخول مع الشركة السياسية، ولكن تحافظ على جذورها. نعم. طيب في المقابل، ألا ترى أن رد الفعل التركي تجاه ألمانيا ثم فرنسا والآن النمسا يعني لا يصب في مصلحة تركيا سياسيا ودبلوماسيا؟ يعني اليوم المستشارة الألمانية دعت رئيس الجمهورية لزيارة ألمانيا بعد الانتخابات، يعني هذه الدعوة عندما تكون في هذا التوقيت وقبل الانتخابات يعني صراحة تعتبر يعني مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وربما المعارضة التركية اعترضت عليها، لكن هذا يدلل ويؤكد على أهمية تركيا، ولا يمكن لهذه الدول أن تتجاوز الدور التركي ولا يمكن أن تتخلى عن الدور التركي. فرنسا بحاجة إلى تركيا وألمانيا بحاجة إلى تركيا، العلاقات التجارية يعني لا يمكن التفريط بها، والحاجة إلى تركيا كدولة يعني اليوم هي التي تحتوي اللاجئين السوريين وهي صمام أمان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كل هذه الأمور، الموقع الجغرافي لا يمكن يعني التخلي عنه بشكل سهل، لكن تبقى هناك بعض التصريحات وبعض المواقف التي تزعج تركيا، ولا بد أيضا من الدبلوماسية في التعامل معها. شكرا جزيلا كهاتفين من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي التركي الدكتور مصطفى حامد أغلو.